مساء الخير أيها الإخوة الحضور، وطابت ليلتكم أيها الإخوة العرب على امتداد وطننا العربي الكبير الكبير، وأسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان من هذا الكوكب يصله بثنا الفضائي من راديو وتلفزيون العرب ART. أحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم ومعكم ليلة بعد ليلة وأسبوعا بعد أسبوع، برنامجكم الجماهيري بنك المعلومات. نتعرف على متسابقي هذه الحلقة مبتدئين بفارستنا، تفضلي. لينا الحياري، بكالوريوس هندسة معمارية. ايوه تفضل. الدكتور زكريا لقضاه، دكتوراه في الهندسة الكيميائية. تفضل. أنطون حنا عنكي، ماجستير هندسة بيئة وماجستير هندسة إنشاءات. تفضل. الدكتور باسم النابلسي، بكالوريوس طب. ليلى السدرة، ماجستير آثار. وفاء العقائلي، ماجستير علوم سياسية. وفارستنا لينا، ماذا تريد أن تستهل الحلقة بعواصم كرة قدم ولا أمهات، وبسرعة وبأية قيمة؟ عواصم 50. سؤال العواصم بخمسين دينار، هذا السؤال عن عواصم وحروف، وهو من 4 فروع ترونها بعد لحظات على الشاشة. المطلوب ملء الفراغات في كل جزء. أول شيء بقول لك عاصمتان عربيتان تبدأان بحرف الراء، عاصمتان عربيتان تبدأان بحرف الدال، وعاصمتان عربيتان تبدأان بحرف الباء، وبعدين بدنا 5 عواصم أوروبية تبدأ بحرف الباء. اللي بيجاوب 3 من 4 يتفضل. أيوة يا لينا. عاصمتان تبدأان بحرف الدال، دمشق، الدوحة. دمشق والدوحة، وهذا استهلال. طيب. خمس عواصم أوروبية تبدأ بحرف الباء، براغ، بلغراد، بروكسل، بوخارست، باريس، وبرلين وبون. برافو عليك. طب بقى بدنا منك كمان واحدة. لا، بون ما عادتش. بون كانت في ألمانيا الغربية، بعد التوحيد أصبحت برلين. بلغراد، براغ، بروكسل. خلاص، أنت أعطيتي 5 وأعطيتي عاصمتين عربيتان تبدأان بحرف الدال، الدوحة ودمشق. بدي عاصمتين عربيتين يا لينا تبدأان بحرف الراء. الرياض. أنا بقول لك يا عاصمة المغرب. الرباط. طيب، بدنا عاصمتان عربيتان تبدأان بحرف الدال، قلتي، والراء قلتي. طب الباء. بغداد. وغيرها؟ بغداد، بيروت. وبيروت، وإلى جائزة السؤال. برافو. يلا لينا الحياري، عايزة إيه بسرعة؟ عواصم 75. عواصم ب75.
أعطينا اللوحة، خليكي هنا. هلا بدي أعمل لك مثلثات بتسع عيدان، واحد اثنين ثلاثة، هذا مثلث ولا لا؟ وواحد اثنين ثلاثة، هذا مثلث ايش تاني؟ انت ماجستير في ايش؟ بكالوريوس هندسة معمارية. شاطرة في الرسم يعني، مش كده؟ انت احسن مني بتعمليهم هلا. واعملي لي تعالي مثلث ثالث جنبهم. ها؟ هلا مجموع العيدان هذه كام يا لينا؟ تسع عيدان، عملنا كم مثلث فيهم؟ ثلاثة. سؤال الكشكول بيقول لك بتحريك ثلاث عيدان بدك تعملي لنا مثلث، اثنين ثلاثة أربعة خمس مثلثات. ورينا وين الخمس مثلثات، عدي لي. واحد اثنين ثلاثة أربعة والكبير وهذا خمس. أنت أخذتي جائزة الكشكول، لكن بدي أسألك هالسؤال الثاني، حد معه 30 قرش قطعة قطعة قطعة؟ عندك؟ لا. لينا في عندي درهم درهمين ثلاثة، ولو انتقيتي لي أي واحد منهم أستطيع أن أنفض إيدي لفوق وطير هذاك الدرهم اللي أشرت عليه وخلي درهمين الباقيين على إيدي ما يتحركوا. أنت بتقبل التحدي؟ بتعرف تحلي لي إياها هادي؟ انتقي مثلاً أي درهم. يلا. أنا مستطيع أني أنفض إيدي فوق وخلي الوسطاني قاعد والباقي يطير. تعرفي كيف؟ يمكن لها علاقة بالتوتر السطحي. يمكن التوتر السطحي. شفتي انك بتفكريش تفكير احنا بنسميه lateral thinking؟ انت وقعت في شرك السؤال، فكرت تفكير نمطي. السؤال ما قيدني، السؤال خلاني اعملها بالطريقة التي اريد. شو لازم اعمل؟ انا بختار واحد وانت اختاري واحد بخليه على ايدي والتانيين بنططهم لفوق وبنزلوا. شوف قديش في ايدي. هذه غايبه عنك؟ غايبه عنك؟ انا لو مسكت هذول التنين فيما يمنع؟ وها لازم تفكر. ما اشوف السؤال قال ما تثبتش هدول باليد. هذا هو التفكير النمطي، انه دائما احنا فكرنا انه مش لازم نصيبهم. انا ما قلت هيك، انا قلت بخلي تنين، فلازم تخرجي عن نمط التفكير المستهلك والنمطي وتقولي طيب انت منعتني احط ايدي هون. لا ما منعتش، اذا طير هداك وخلي هدول، وجائزتك فوق الجائزة اذا بسمحنا للاخ بانه نعطيك كمان العشرين قرش. مبروك. ايوه بسرعه يا لينا الحياري، ماذا تريدين؟ امهات 50. امهات 50 دينار، وسؤال الامهات بتاع ال 50 حيطلع عندك على الشاشه يا لينا. ابيات لاحمد شوقي. الامهات قلوبهن رقيقه ما بال قلبك لم يلل لفتاك، طلعت عندك. وبعدين في برضو عن الأمهات في أبيات تانية، ماذا تقول؟ تعرف تقريهم؟ بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا كأم موسى على اسم الله تكفل. كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا ومصر كالكرم ذي الإحسان فاكهة لحاضرين وأكواب لبادينا
هذه أيضا الأبيات لشوقي، وأسئلة الأمهات من هذه الأبيات، واللي عنده رغبة في أن يدخل في هذا السؤال يتفضل. دكتور زكريا الإقضاء، دكتوراه الهندسة. الأمهات قلوبهن رقيقة يا دكتور هندسة. هذا شوقي على لسان أحد أبطال مسرحياته الشعرية يعاتب أم، فبقول لها: الأمهات قلوبهن رقيقة، ما بال قلبك لم يلل لفتاك. مين هذه الأم اللي بخاطبها شوقي؟ مصر. مصر؟ مصر؟ الأمهات قلوبهن رقيقة. أنا بقول لك هذول الأبيات من مسرحية مصرع كليوباترا اللي ألفها أحمد شوقي، وفيها واحد اسمه أنطونيو اللي هو من روما ويعاتب روما، بكل يا روما: الأمهات قلوبهن رقيقة، ما بال قلبك لم يلل لفتاك. بعدها أو قبلها بيجي بيت ترد فيه كلمة روما، بتعرف؟ لا أعرف هذا البيت. لا أعرف هذا البيت ولا أعرف طريق الجائزة إليك إلا أن تخسر قيمة السؤال 50 دينار. أيوة لينا. حنانك فاغفري. على الميكروفون. بيت الشعر: روما حنانك فاغفري لفتاك، أواه منك وآه ما أقساك. برافو. وفي العربي بنقولش روما، الطلانة بيقولوا روما، أنا بقول روما حنانك، ومش حنانك، حنانك. روما حنانك فاغفري لفتاك، أواه منك وآه ما أقساك. بعدين شو بقول؟ بقول: الأمهات قلوبهن رقيقة. إذا بتعربي لي الأمهات قلوبهن رقيقة، بتكوني أنت مجلية في العربي زي ما أنت مجلية في الهندسة. الأمهات مبتدأ. الأمهات مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. برافو. قلوبهن رقيقة. قلوبهن خبر المبتدأ. قلوبهن مش خبر المبتدأ، خبر المبتدأ هو الجملة الاسمية اللي بيسموها رقيقة. قلوبهن رقيقة. قلوبهن رقيقة. إذن الأمهات مبتدأ، قلوبهن مبتدأ ثاني. مبتدأ ثاني. وين خبر المبتدأ الثاني؟ الهاء. لا. النون. النون. رقيقة. رقيقة. هل الأمهات مبتدأ، قلوبهن مبتدأ ثاني، رقيقة خبر المبتدأ الثاني، الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع ايه؟ خبر المبتدأ الأول. يا سلام، خبر المبتدأ الأول، هذا كلام صحيح. طيب انت لاحظين الأبيات الثانية حتى أعطيك جائزة السؤال، قال لك: بنا فلم نخلو من روح يراوحنا. هذه الأبيات حتى أقرب لك هي أيضا لأحمد شوقي. أحمد شوقي كما قد وقد لا تعلمين نفي، فلما نفي ركب البحر منفيا، فشبه مصر وهي تودع شوقي منفيا عن بلاده وقد ركب البحر، شبه بأم موسى التي ألقت سيدنا موسى عليه السلام في اليم ورجت الله أن يكفله. فلما بقول كأم موسى يعني أنا طالع من مصر ومصر حزنان عليك، أم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا ومصر كالكرم. سؤالي للمهندسة لينا الحياري، هذه الأبيات للشوقي ترد في قصيدة، بتعرفي لي مطلعها إيش؟ هي القصيدة اللي عرض فيها ابن زيدون، أندلسية هي: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، أنشجى لواديك أم تشجى لوادينا. يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك، نأسى لواديك، أو نشجى لواديك أم نأسى لوادينا. أنت قبل شوي قلتي إنه شاعرنا أحمد شوقي استلهم قصيدة لابن زيدون برضو يتوجد فيها، تعرفي قصيدة ابن زيدون مطلعها إيش؟ على نفس الوزن، تبدأ بأضحى. أضحى طول البعد عن أضحى، أضحى طول التنائي عن أضحى التنائي بديلا عن تدانينا،
وناب طول البعد وناب عن طيب البعد لقيانا إيه؟ تلاقينا تجافي لقيانا تلاقينا احكي مرة ثانية أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. أنا إذا بتقولي لي لما بقول يا نائحة الطلح إذا بتقول الطلح هذا وادي وين وكان المعتمد ابن عباد يروح يزوره بتاخذ جائزة سؤال الطلح وين بده يكون؟ في الأندلس في الأندلس برافو عليك صحيح وهو بالذات في إشبيلية أيوة يا لينا عايزة إيش؟ أمهات 25 أمهات 25 سامعه في واحده اسمها عائشه قديش بدكم تستثمر عندك 275 قديش 100 150 منك اثنين كلمه واحده بتقول لك لينا ما فيش غيرها 150 يلا هذه لينا في عائشة وفاطمة عائشة ماشية التقت بواحدة اسمها فاطمة سلموا على بعض على عائشة بتقول لفاطمة بقول احنا بنعرف بعض قالت طبعا صوروا احنا بنعرفش بعض امي هذه فاطمة بتقول بنت او امك انت يا فاطمة يا عائشة بنت امي الوحيدة تقدر تعيدي لي ولا عيد لك امك يا عائشة بنت امي الوحيدة لما التقت عائشة مع فاطمة سلموا على بعض عائشة شبهت قالت لها والله يا فاطمة كأني شايفك قالت لها برايك تصوري وانت مش عارفاني قالت لها بنعرف بعض قالت طبعا امك بنت امي الوحيدة عائشة بتكون ايش لفاطمة؟ عائشة بنت ام الوحيدة بتكون امها مين مين ام مين؟ بنت امها الوحيدة عائشة بتكون لفاطمة امها عائشة بتكون لفاطمة امها؟ فكرت كويس؟ بخسرك عيديلي عيديلي بنت امها الوحيدة اختها عيد السؤال شو قلت ركزي عائشة وفاطمة التقوا فاطمة بتقول لعائشة انه ما انا قلت عائشة بتقول لفاطمة عائشة بتقول لفاطمة ركزي عائشة بتقول لفاطمة بتقول لها بنعرف بعض انت طبعا امك بنت امي الوحيدة شو بتكون علاقة بينها ذات القربة امك بتكون خالتها امها وبتخسر 150 خسارة عليك يلا بسرعة قول مين أنت؟ إيهاب غانم الجامعة الأردنية سنة خامسة هندسة كهربائية فاطمة بتكون أم عائشة فاطمة بتكون أم عائشة ليه؟ لأنه أمك بنت أمي الوحيدة لأنه فاطمة بتقول لعائشة بتقول لها أمك بنت أمي الوحيدة لو ما قالت الوحيدة ممكن تكون خالتها احتمال قالتها أمك بنت أمي الوحيدة مين بنت أمي؟ أنا وأنا أمك أنا أمك بنت أمي الوحيدة وحتى تنتفي الخالة فهي الأم طيب مدام فاطمة أم عائشة عائشة بتكون لفاطمة بنتها أكيد أكيد لا. أيوة أعطونا القطاعات إيش بدك يا لينا أمهات 75 أمهات 75 والسؤال من 7 فروع نراها على الشاشة والمطلوب ملء الفراغ في كل منها بالأم المناسبة طلعت
قال لك لقبت السيدة عائشة بإيه؟ من أسماء مكة المكرمة إيه؟ ويطلق على سورة الفاتحة اسم فيه أم وبك في هذا كمدخل للسؤال، واللي عاوز يضغط الآن. دكتور، لقبت السيدة عائشة بأم المؤمنين، هذه أول أم صحيحة، لقبت بأم المؤمنين. أيوة، من أسماء مكة المكرمة أم القرى، صح، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها عثمان أم كلثوم، ثلاثة، فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1979 الأم تريزا. الأم تريزا، برافو عليك، صحيح. طب إحدى إمارات دولة عربية؟ أم القوين. والحاجة أم، هذا ما بتعرفها، قولوا الاختراق. يلا خذ العلامة وتفضل. ايش عايز الدكتور زكريا؟ ايوه، كرة قدم 25. كرة قدم 25، وسؤال كرة القدم. دكتور زكريا وزملائه، صور منتخبات كرة قدم مثلت بلادها في مونديال كأس العالم سنة 94. المطلوب ان تعرفوا ثلاثة من خمس منتخبات، واللي عارف الاول يدخل. أطوان عنك. ايوه يا أنطون. نعم، البرازيل المنتخب الأول. هذا منتخب البرازيل، واحد صحيح. أعطونا المنتخب الثاني. هذا منتخب أي بلد؟ طلع علي. إيش؟ منتخب الكاميرون. الكاميرون اثنين، أيوة، طلع علي. ثالث. ألمانيا. ألمانيا. الرابع. هذا منتخب دولة آسيوية شرقية. كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية. الخامس، منتخب دولة أمريكية جنوبية، شوفوا. الأرجنتين. برافو عليك، و25 دينار إلك. أيوة يا أنطون. عواصم 25. عواصم 25، وسؤال العواصم تاع ال 25 عن عاصمة قديمة، وهو من ثلاثة فروع. مين هو الإمبراطور الروماني الذي قرر نقل عاصمة بلاده من روما عام 323 ميلادية؟ اللي بيعرف يتفضل. أيوة يا ليلى السدرة، ماجستير تاريخ وآثار. جوستينيان. ها؟ جوستينيان. اسمه إيه؟ جوستينيان. قسطنطين، سوري. ها؟ قسطنطين. قسطنطين، هذا أيوة. صحيح، طالبة التاريخ. طيب، المدينة اللي اختارها يا ليلى السدرة بدلا من روما كان اسمها إيه؟ بيزانتيوم. بيزنطيوم، وبعدين سميت ايش على اسمه؟ القسطنطينيه. القسطنطينيه، برافو، طالبه التاريخ طبعا. طيب تعرفي لي ليه نقل العاصمه من روما الى القسطنطينيه او بيزنطيوم؟ الامبراطوريه الرومانيه انشقت لقسمين، صارت روما الغربيه وروما الشرقيه. ابدا، لانها اقرب كانت الى وسط الامبراطوريه الشاسعه المتراميه الاطراف. واثنين من ثلاثه، والى 25 دينار، خربتوا لنا القطاعات. وإيش عايزة ليلى السدرة بسرعة؟ أيوة ليلى. كرة قدم 50. هذا السؤال من ثلاثة فروع، لكن فروع مفصلة. في مونديال 1994 مثل العرب فريقان، أحدهما الذي ترون صورته والثاني أيضا عربي. الأول كان سفير عرب آسيا للمونديال، والثاني كان سفير عرب إفريقيا للمونديال. سمي لي الفريقين. أيوة، مين اللي ضغط؟ أيوة يا دكتور. المنتخب الأحمر هو منتخب المغرب، والمنتخب الأخضر هو منتخب السعودية. منتخب السعودية، هذا الشق الأول من السؤال. طب الشق الثاني من السؤال يا دكتور زكريا، عن هذا النجم. هذا باجيو الإيطالي. باجيو الإيطالي. اسمه الأولاني إيش؟ روبرتو باجيو. روبرتو باجيو. طب لحظة، خلينا نسمعه. يا دكتور زكريا الإقضاء، هذا باجيو كان يلعب لنادي إيطالي مشهور، اسمه إيه؟ يوفنتوس. يوفنتوس، صحيح. طيب، من ألقاب باجيو وأمجاده اللي حققها خلال التسعينات،
لقب أفضل لاعب في العالم لأي موسم؟ 93. 93. طيب شوف للشق الثالث من السؤال. على كل حال أنت اطمئن، 2 من 3 أنت أخذ جائزة 50. هذا الشق الثالث عن الكرة الألمانية. لم يخلو منتخب ألماني شارك في نهائيات كأس العالم من نجم أو اثنين. ففي السبعينات كان فرانس باكنباور زي ما كنا بنعرف، في الثمانينات كان كارل رومينيجي، في التسعينات كان هذا النجم الذي ترى صورته وبتعرفه. ماثيوس. أبداً، هو اسمه أندرياس مولر. طيب، هذا أندرياس مولر لعب في بلاده ألمانيا وكذلك لعب لنادي في إيطاليا. يب تعرف لي نادي ألماني أو نادي طلياني لعب له؟ ميلان. ها؟ نادي ميلان. أبداً، هو ما لعب لأي سي ميلان ولا لعب لنابولي، لعب لنادي هلأ أنت ذكرته. يوفنتوس. طب سمي لي نادي آخر لعب له في بلده. لعب في نادي في فرانكفورت مشهور ولعب في نادي في دورتموند مشهور. دورتموند منشن جلادباخ. أبداً، ولعب في بروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت. طيب، لم يلعب مولر لناد أو منتخب إلا وأحرز لفريقه لقباً أو بطولة. فقد ساهم مع دورتموند في إحراز كأس ألمانيا عام 89 ومع يوفنتوس الإيطالي أحرز أي كأس عام 93؟ أيوة، كأس الاتحاد الأوروبي. كأس الاتحاد الأوروبي، يا سلام عليك، وخمسين دينار إليك. برافو يا دكتور زكريا الإقضاء. كرة قدم 75، وهي ما تبقى. وهذا السؤال عبارة عن 5 لقطات من الذاكرة الكروية تتعلق باللاعب الأسطورة المسمى أديسون أرانتس ناسيمنتو، الذي اقترنت نهائيات بطولة كأس العالم 6 عام 58 بظهوره كظاهرة أسطورية كروية. هذه الصورة تمثل هذا اللاعب الأسطورة وهو يصافح رئيس الدولة اللي أقيمت فيها بطولة كأس العالم 6. أنا بدي تعرفون اللاعب والرئيس اللي بيسلم عليه واللي عاوز يضرب. أيوة يا أنطون. بيليه. ها؟ اللاعب بيليه. هذا اللاعب بيليه بيسلم على مين؟ هذه أول بطولة فازت فيها البرازيل بكأس العالم لكرة القدم سنة 1958، وكانت في أي بلد أوروبي؟ بالسويد. وهذا مين؟ رئيس السويد. ملك السويد. طيب، الشق الثاني من السؤال من كذا فرع، أنت أحسنت في الفرع الأول يا أنطون. هذه الصورة الثانية شايفين بيليه عم يبكي، يبكي ليه في رأيك؟ لأنه هزمت البرازيل. هزمت البرازيل على أرضها من الأوروغواي. وبدي أنا ما أهزمكش أخذ 75، بس بتعادل معك، لا بخسرك وبنتقل. زكريا، ليش بتفكر أنه بيبكي في هذه المباراة؟ سنة 62 أصيب في مباراة كرة، هذه في نفس المباراة 58 يا رجال. ليش بيبكي الواحد؟ سجل هدف في المباراة. هو الحقيقة بيبكي دموع الفرح لأنه أخذ البطولة الأولى للعالم في السويد سنة 58. طيب أعطونا الصورة الثالثة. هذا بيليه يحمل كأس العالم إثر فوز فريق بلاده فيما سمي ببطولة الأكسجين القليل. وين وما سبب هذه التسمية؟ هذه البطولة في المكسيك لأنه جو المكسيك مليء بالرطوبة. مش لأنه جو المكسيك مليء بالرطوبة، الأكسجين الرطوبة الثقيل. وين بقل الأكسجين يا دكتور الهندسة؟ الأكسجين يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى. إذن مكسيكو سيتي عالية ولا واطية؟ عالية، وسموها بطولة الأكسجين الثقيل القليل كناية عن ارتفاعها. نعم، وارتفاعها الحقيقة شكل اعتراض من كثير من منتخبات العالم، لا سيما المنتخبات الأوروبية اللي مش متعودة، وكانوا يبعثوهم قبل مدة من أجل أن يتعودوا على اللعب في بيئة أكسجينها قليل.
وفازوا للمرة الثانية هناك سنة 62 بالبطولة. هم كم مرة كانوا أبطال؟ للمرة الثانية سنة 62 فازوا. وبعدين إمتى؟ بعد سنة 70 وسنة 94. يا سلام، إذن هم أربع مرات. نعم. طب الشق الثالث، أنا من السؤال وممكن أحسم الموضوع معك للنهاية بال 75 دينار يا دكتور زكريا الإقضاء. هذه لقطة لبيليه يتبادل فيها التحية مع كابتن منتخب إنجلترا في مونديال المكسيك، لو ما عرفتوش ما بلومك، شو اسمه هذا؟ جاري لينكر. أبداً، هذا بوبي مور اللي هو كابتن بريطانيا. طيب شوف لي بيليه في الصورة اللي تليها، محمول على كتفي زميله نمرة 7 بعد تسجيل الهدف البرازيلي الأول في مونديال المكسيك عام 70. سؤالي، هذا الزميل اللي حامله نمرة 7، هل هو دي سيلفا، ريفالينو، جيرزينيو؟ هذا صحيح، وإلى 75 دينار. ومع نهاية الشاشة الفضية نستعرض أرصدتها فنرى الفارس المجلي حتى هذه اللحظة دكتور زكريا الإقضاء دكتور الهندسة ب 250 دينار. لينا فارستنا 125 أنطون عنكي، دكتور باسم النابلسي بكالوريوس الطب من لندن 100، وليلى السدرة ماجستير الآثار والتاريخ في الأردنية 125. أما صحفيتنا وماجستيرة العلوم السياسية وفاء العجايلة فمئة دينار. والآن جاء دور الجمهور في سؤاله الأول، وهو لهذا الأسبوع الكلمات المتداخلة. أيوة، نتعرف عليك أخي الفاضل. ماجد الفاعوري، موظف حكومة. أخونا ماجد، تعال أنا وإنت هنا، خلي الميكروفون معك يا ماجد وارفع لي صوتك. ها، بدنا نبدأ من حيث بدأ السهم رقم 1. العبارة الدليلية تقول بدنا تنتقينا كلمة من حرف، حرفين، ثلاثة، أربعة، وتنتقينا إياها من المربعات اللي في أسفل الشاشة، من الألف والألف والباء والثاء والدال والزاي والكاف واللام والميم والنون والواو والواو، بحيث أن تكون هذه الكلمة اسم قبيلة ورد ذكرها في القرآن الكريم. تفضل. صوت عالي، اسمك وشو بتعملي؟ إيمان محمد عوامر، أول ثانوي علمي. طيب اسم القبيلة إيش؟ قبيلة ثمود. ثمود، استهلال طيب. تعالي شو بتكملي ولا لا؟ وخلي الميكروفون معك وعلى الميكروفون صوت عالي. هلا طلع لك الكمبيوتر ثمود من وين أخذها؟ من هنا. هلا بدنا الكلمة الثانية يا إيمان، تبدأ بالحرف دال، وكم حرف؟ 2 3 4 5. هذه الكلمة تبدأ بحرف الدال ومن 5 حروف، وهي اسم لنهر. نهر في ألف، في باء، في نون. ما بتعرفي؟ نهر مشهور في دال، في باء، في ألف، في نون. هلا وقفي جنبها والمايكروفون بينكم التنتين. اسمك ايش؟ صيدلاني هي موهبه، مديريه الدواء بوزاره الصحه. هي مشو النهر؟ الدانوب. ها؟ الدانوب. الدانوب. نشوف الكمبيوتر بعطينا اياه ولا لا. هلا اللي منكم بتسبق، الكلمه الثالثه بتبدا بالباء
وهي اسم لروائي فرنسي حرف حرفين ثلاثة أربعة خمسة. من مؤلفاته الكوميديا الإنسانية؟ واسم الأولاني أونوري دو باسكيل؟ لا مش باسكيل. بلزاك صحيح إلك بلزاك، برافو عليكي. كل هذا ما عرفته بلزاك، وشكرا إلك والجائزة إلك، واضغطينا في الوقت المناسب. تفضلي. والآن ننتقل إلى الشاشة الذهبية بقطاعاتها الثلاثة: قوة ملاحظة، درهم وقاية، أعلى أدنى، وصاحبة أدنى رصيد. يا وفاء يا ليلى، يلا عايش بدكم أي وحدة؟ درهم وقاية 100. درهم وقاية 100. وسؤال الدرهم الوقاية: الأمراض المعدية تنتقل من شخص إلى آخر أو من الحيوان للإنسان بسبب كائنات أو جسيمات دقيقة تراب المجهر. هذه الأمراض، احنا أعطيناكم الكوليرا، الديزنتاريا، الجذام، التايفويد. اللي بيعرف المرض الشاذ بين هؤلاء يتفضل. الدكتور زكريا القضاء ضغط وبدك تقولي أي واحد من هذه الأمراض هو الشاذ ليه. أولاً المرض الشاذ الأول هو الجذام. الجذام اللي هو إيش؟ مرض غير معدي. الجذام بالعكس هو مرض معدي، لكنه ليش هو شاذ؟ ننتقل إلى عندك الملاريا، الجدري والجدري والتايفويد وإيش؟ الجدري، السعال الديكي، الدفتيريا، كلها أمراض معدية ما عدا القرحة. ما عدا إيه؟ القرحة مرض غير معدي. أنت وين رحت؟ للأخير؟ للأخير نعم. طيب الحصبة، الجدري، السعال الديكي، الدفتيريا، القرحة، الشاذة إيش؟ القرحة. ليه؟ مرض غير معدي. المرض الوحيد غير المعدي بينها والقرحة، وهذا كلام سليم، بدنا كمان واحد منك. الملاريا، الكلب، الحمى الصفراء، التيفوس، النوام، الطاعون. يا دكتور زكريا القضاء، النوام هو مرض معدي لكن لا ينتقل عن طريق الحشرات. أنا لا بخسرك ولا بأخذ منك لأنه هذه إجابة غير كافية، جاوبت واحد والثاني لا. مين بده يدخل؟ طبعا وفاء العقائلة، أعطيني الأول. مرض الكلب هو الشاذ عنها. ليه؟ صحيح يا وفاء، لأنه ينتقل بواسطة حيوان وليس عن طريق الكلب. هو الوحيد الذي ينتج عن عضة حيوان، بينما الباقي أمراض تنتقل عن طريق الحشرات. جيب الثاني يا وفاء العقايلة وخذي 100 دينار. الكوليرا، الديزنتاريا، الجذام، التيفوئيد. الجذام هذا صحيح، أو البرص بنسميه ليبروسي. ليش هو هذا الوحيد الشاذ؟ البرص هو دواء ايش او داء ايش؟ طلع علي. جلدي. داء جلدي، برافو عليك. البقية امراض تنتقل عن طريق الماء. و100 دينار لوفاء العقايلة. ايوه وفاء. درهم وقاية 150. هذا سؤال عن الفيتامينات والمطلوب في كل جملة من الجمل التي ستبدأ الان في الظهور على الشاشة ان تملأ الفراغ بالفيتامين المناسب. يتكون فيتامين فراغ من حامض الأسكوربيك، فيتامين فراغ يوجد في الجزر، نحصل من أشعة الشمس على فيتامين فراغ، ولا عايز يتفضل؟ أيوة يا دكتور زكريا. يتكون فيتامين دال من حمض الأسكوربيك. ها؟ نحصل من أشعة الشمس على فيتامين دال. هذا رقم 2، نحصل من أشعة الشمس على فيتامين دي أو فيتامين دال، وهذا كلام صحيح. فيتامين ألف يوجد في الجزر. هذا 2 صحيح. بسرعة.
يقي فيتامين سي من مرض الإسقربوط. فيتامين سي يقي من مرض الإسقربوط، والإسقربوط من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها، وهذا كلام صحيح. أربعة. مجموعة فيتامين ب مؤلفة من 12 مادة مختلفة. من 12 اللي هي فيتامين بي أو فيتامين ب، وأنت جبت 4 من 6 وهذا يكفي، لكن أعطينا إذا بتعرف الخامس نقص والسادس. نقص فيتامين دال يسبب كساح الأطفال. بيسبب الكساح فيتامين دال، واللي ظل عندك إيش؟ يتكون فيتامين إيش سي. من حافظ الأسكار فيتامين سي. وإلك 150 دينار يا دكتور زكريا. قوة ملاحظة مية لدكتورنا زكريا القضاء دكتور الهندسة، وقوة ملاحظة مية بدنا نوريكم على الكمبيوتر 4 أشكال الواحد بعد الآخر، والمطلوب أن تدققوا في الأشكال وتوظفوا كل ما لديكم من قوة الملاحظة لتجيبوا على الأسئلة. كمدخل للسؤال دققوا لي في الشكل الأول، شو بنشوف؟ هذا عبارة عن دوائر داخلية وخارجية رمزنا لها بألف ب جيم. من بين الدوائر ودققوا، دائرتان داخليتان متساويتان، وكذلك دائرة داخلية وأخرى خارجية متساويتان أيضا. اللي بيقدر يحدد الدوائر المتساوية يضغط، وضغطت لينا الحياري. أعطيني الدائرة الخارجية ب. الدائرة الخارجية ب مساوية للدائرة الداخلية ألف. الدائرة الداخلية ألف تساوي الدائرة الخارجية ب، لكن في خداع بصري هنا لينا، أي واحدة تبدو أكبر؟ تبدو الدائرة الداخلية ألف أكبر. داخلية ألف تبدو أكبر وإن كانتا متساويتين، هذا واحد. طيب الثاني. الدائرة الداخلية ب مساوية للدائرة الداخلية جيم. الدائرتان الداخليتان في با وجيم متساويتين، ولكن با تبدو أكبر، وهذا الشق الأول من السؤال صحيح. أعطونا كمبيوتر الشق الثاني من السؤال. الآن خليكي معايا يا لينا، في منظور هذا المكعب تتداخل مؤثرات مختلفة مثل الخطوط والزوايا وأحيانا محيط الشكل أو الكونتور، محدثة لدينا ما يسمى بالجيومتريكال أوبتيكال إلوجن، الوهم البصري الهندسي. المطلوب منك يا لينا أن لا تنخدعي بهذا الوهم الهندسي أو الأوبتيكال إلوجن، والمطلوب أنك تعرفي أين الزوايا القائمة على وجهي المكعب اللي شايفاه أمامك على الشاشة. هل تستطيعين تحديد الزوايا القائمة على الوجه الأيمن أولا، اللي فوق ولا اللي تحت؟ الوجه الأيمن جميع الزوايا قائمة. جميع الزوايا قائمة، غلطاني، الزوايا العليا فقط هي القائمة والسفلى ليست قائمة. طب الوجه الأيسر؟ الزاوية السفلى هي الزوايا السفلى في الأيسر هي القائمة. هذا صحيح. أعطونا الشق الثالث من السؤال. لينا أمامك متوازي أضلاع، أي القطرين أطول في اعتقادك، ألف باء ولا ألف جيم؟ ألف باء. بسرعة. متساويان. يا سلام عليك، متساويان، لكن بسبب الخداع البصري يبدو ألف باء أقصر. لو جبنا مسطرة بنلاقيهم متساويان بالتمام والكمال، وبرضو إحنا هنا نقع تحت الجيومتريكال أوبتيكال إلوجن. تنتين ونص من ثلاثة جاوبت صح، وإلك جائزة السؤال، لكن أعطينا الرابع. دائرة عجيبة غريبة، هذه الدائرة يا ترى معوجة يا لينا؟ لا عادية. أنا شايفها معوجة. أنت مش شايفها معوجة؟ لا كيرف مظبوط يعني دائرة. طيب ليه تبدو معوجة؟ لأنه في الخطوط المتداخلة عم تعطيها إحساس أنه جهة منبعجة أكثر من الثانية. هذا صحيح، الإدراك المعوج لهذه الدوائر جاء بفعل الخطوط المركبة فوقها. طيب لو بدنا نشوفها صحيحة، كيف بنشوفها صحيحة؟ خلي الكمبيوتر يمحنا شوي شوي ونشوف. لو إحنا هذه الخطوط شوف، بعد ما مسح الكمبيوتر رجعت وكأنما هي غير معوجة. وللينا الحياري 100 دينار على هذه الإجابة الجيدة. أيوة لينا. قوة ملاحظة 150.
اللي شايفاه لينا هو عبارة عن حصن. الحصن كان انحشر فيه ضابط. الضابط انحشر في الحصن، فجاء جندي وأراد أن ينقذ هذا الضابط. لينا دقق معي في الشكل. انت شايف في هذا الحصن محوط أو محاط بإيش؟ بخندق. بخندق من الماء. عرضه كام؟ 10 متر. 10 متر. الجندي ما كان ليستطيع أن يخوض في هذه المياه وهو محمل بكامل أسلحته وعتاده. فتش هنا فتش هناك، وجد لوحين من الخشب ورسمنا لك إياهم بالأحمر تحت الشكل. طول كل واحد من الألواح الخشبية كام يا لينا؟ 9 متر ونص. لو مديت اللوح بيوصل إلى الحصن؟ لا ما بيوصل. بيقصر بكام؟ بنص متر. طيب في لوح تاني ولا لا؟ أيوة. اللوح التاني طوله كام؟ برضه 9.5 متر. لو كان معه شاكوش وكان معه مسمار ودق اللوحين في بعض بيستطيع يوصل ضابط وينقذه ولا ما بيستطيع؟ بيستطيع. بيستطيع. اه. لكن لكن لا عنده شاكوش ولا عنده مسمار، لكن عنده عقل جيد اسمه عقل لينا الحياري. استنجد فيك قال لك خلينا ننقذ هالضابط الغضنفر. انت مهندسة ومعمارية، شو الرسمة اللي بترسميها؟ كيف تتصرفي حتى تجعليه يتجاوز الخندق المائي ويروح لضابطه وينقذ من الأسر؟ لو حطيت خشبة منهم بشكل قطري. يا سلام. قالت لك بناخذ الزاوية القائمة وبتحط عليها وتر، يعني أكرس الزاوية، عبر الزاوية بتحط اللوح الأول. طيب والتاني؟ فبركزوا على منتصف هذا القطر والنقطة الثانية على زاوية الحصن، اللوح الثاني. كيف؟ يعني بحطه هيك والثاني بيكون عمودي عليه مع زاوية هيك الحصن والثاني بتمده. خلي الكمبيوتر يعطينا الحل بنشوف اللي حقته صحيح ولا لا. اللي عملتيه بالضبط صحيح، لأن الكمبيوتر قال لك بالضبط حطيه كذا وكذا وإلك جائزة السؤال. أنت عليني هون. هلا جائزة السؤال كام؟ 150. 150. بدك 150 ولا تروحي إلى لوحة الجوائز النقدية لعلك تاخذي 450؟ بجرب. جربي تفضل. امسك. يلا انطف. برافو 225. احسن 75 زياده. مبروك. يلا يا لينا بسرعة، ماذا بقي؟ الفرصة الآن مهيئة إليك إنك تنتقي أعلى أدنى درام وقاية. قوة ملاحظة. قوة ملاحظة 200. قوة ملاحظة 200. بعد لحظات ستظهر لكم على الشاشة رسومات لأشياء وأدوات مألوفة نستعملها كل يوم. استعينوا بقوة ملاحظتكم على تذكر أكبر عدد من الأدوات 24 اللي شايفينها الآن في الرسم. بعد قليل سنزيل هذه الرسوم من على شاشاتكم ونسألكم مجموعة من الأسئلة. مثلا حاجي أسأل المتسابق، أقول له يا ترى بين هذه الأشياء هل هنالك شيء نستطيع أن نسرح به شعرنا؟ بنفتش على مشط ما بنلاقي، بتقول لي لا. بقول طيب هل هنالك شيء نستطيع نغسل في وجهنا؟ بندور على قطعة صابون بنلاقيش. بعطيكم 10 ثواني وخلي ذاكرتكم تمتص أكبر عدد ممكن من هذه الأشياء، لأن هسألكم 15 سؤال. اللي بجاوب على 9 منهم يدخل. الآن انتهى الوقت واللي عايز يضغط. باسم النابلسي بكالوريوس الطب. ايوه يا باسم.
باسم، هل بين الرسوم التي رأيت قبل لحظات ما يمكنك من أن تأخذ به صورة؟ نعم، يوجد كاميرا. يا سلام. هل بينها ما يمكنك من أن تلعب جولف؟ نعم، يوجد مضرب جولف فيها. يا سلام. هل هنالك ما يمكنك من أن تتزلج على الجليد؟ لا يوجد زلاجة. لا يوجد، برافو. هل هنالك ما يمكنك من أن تدق مسمارا؟ لا يوجد شاكوش. لا يوجد، أربعة صح. باسم النابلسي، يا ترى في الأشياء هناك ما يمكنك من أن تدفع نقود؟ يوجد دفتر شكاك. برافو. هل هنالك ما يمكنك من قطع لوح من الخشب؟ نعم يوجد منشار. برافو. هل هنالك ما يمكنك من أنك تعمل مكالمة هاتفية؟ لا يوجد هاتف. لا يوجد. هل هنالك ما يمكنك من أن تطحن قهوة؟ نعم يوجد طاحونة قهوة. برافو عليك. هل هنالك ما يمكنك من أن تعزف جيتار؟ لا يوجد. لا يوجد. هل هنالك ما يمكنك من أن تكتب رسالة؟ لا يوجد قلم. لا يوجد، برافو عليك. هل هنالك ما يمكنك من أن تجدف في قارب؟ نعم يوجد مجداف. يوجد مجداف، يا سلام على باسم النابلسي هذه الذاكرة الممتازة. طيب يا ترى يا باسم، في هنالك شيء يمكنك من أن تشعل نار؟ كبريت، يوجد كبريت. في كبريت. طب في هناك شيء يمكنك من أن تضيء غرفة؟ يوجد لمبة. يوجد لمبة. إيش الذاكرة هذه ما شاء الله عليك؟ هل هنالك شغلة؟ أنت جاوبت 13، مش معقول. هل هنالك شغلة تمكنك من معرفة الوقت؟ نعم يوجد ساعة. طب في هناك شغلة تمكنك من ربط حذائك؟ لا أعرف. لا تعرف وما فيش، برافو عليك، ممتاز. سؤال عن جسم الإنسان من 9 فروع، أنا عاوز تجابوا لي هذا 200 دينار، بدي 7 من 9. خلي الكمبيوتر يعطينا وشوي شوي أنا حقرأ لكم تفاصيل السؤال. بدنا تعرفوا اسم الجزء الأول من المعي الدقيق. أطول خلايا الجسم عمراً. كم فقرة في رقبة الإنسان؟ صورة الإلكتروإنسيفالوغرام تؤخذ لأي جزء؟ في أي جزء من جسم الإنسان يوجد الصمام التاجي؟ أي أعضاء الجسم هو الأكثر استهلاكاً للأكسجين؟ ما عدد القواطع في فم الإنسان؟ وما هو أطول عصب في جسم الإنسان؟ وأخيراً أي جزء من جسم الإنسان يمكن أن ينتفخ أو يتضخم أضعاف أضعاف حجمه الحقيقي عند التهيج؟ في هذه اللحظة اللي عايز يضغط والأخت ليلى، جاوبي لي واحد واحد من فوق. اسم الجزء، ارفع صوتك. الجزء الأول من المعي الدقيق. كم؟ 12. هذا استهلال طيب، أيوة. الالكترون بعرفش انطقها بالضبط بالانجليزي لانه فرنسيتي. ايوه الالكترو ايش هاي؟ الالكترو انسيفالوغرام. ايوه لما بتروحي لطبيب الله يعافينا والله يعافي ذلك الجزء الحي من جسم الانسان، لما بنروح بقول له اعمل لي الكترو انسيفالوغرام، اوه معناته شغله خطيره. اي عضو في جسم الانسان بيعملوا له الكترو؟ هذا صوره للدماغ. للدماغ صحيح. طيب بسرعه. أي جزء من جسم الإنسان الصمام التاجي موجود في القلب؟ قلب. طيب غير الأشياء الموجودة هون بيعطيني كمان؟ أعطيها كمان يلا. بالنسبة لأي أعضاء الجسم هو أكثر استهلاكا للأكسجين؟ الدماغ. الدماغ أيضا. طيب عدد القواطع في فم الإنسان؟ 8 قواطع. 8 قواطع. أطول عصب في جسم الإنسان؟ المهم أي جزء يتضخم إلى 10 أضعاف حجمه الحقيقي؟ هو البؤبؤ العين. يا سلام عليك يا ليلى السدرة، هذه إجابة رائعة وممتازة. كم جاوبت ليلى؟ أنت ما جبتيش عرق النساء أو العصب الوركي اللي هو أطول واحد، وما جاوبتيش إيش كمان؟ عن مش هون بس. أنا على كل حال
يعني معطيك 95% جائزة السؤال، لكن خليني أعطيك السؤال الترجيحي من أجل أعطيك السؤال 100%. السؤال الترجيحي هو عبارة عن مقطع غنائي، خلي أخونا عصام يعطينا إياه وبصوت عالي، وإسماعيل إياه وركزي عليه. صغير مين؟ تعرفي مين اللي بتغني معه؟ بتصور ليلى مراد أو نعيم عاكف. لا هادي ولا هادي. اسمها؟ راقي إبراهيم. طيب هذا الأوبريت شو علاقته بدرهم وقاية؟ بيحكي عن القلب. عن القلب؟ بس؟ شو علاقته بدرهم وقاية؟ شو اسمه؟ هذا الأوبريت اسمه إيش؟ هي بتقول له حكم روحاني حضرتك؟ العين. أه؟ العين؟ اسم الأوبريت إيش؟ حكيم إيش؟ القلوب. القلوب؟ حكيم قلوب ولا عيون؟ القلوب. حكيم عيون؟ عيون؟ طبعاً. طيب هو حكيم، بقول لك حكيم عيون، أفهم في العين كاملة. وأفهم كمان في إيه؟ أفكارك؟ انت يبدي ما انت مع الغناء ما الك علاقه، نعطيها ولا ما نعطيها؟ طبعا بدنا نعطيها وإلك علاقه. السؤال تفضلي. ايوه يا ليلى، عايزه ايه؟ اعلى ادنى 100. هذا سؤال اعلى وادنى وهو مفتوح للجميع، لكن خليني احكي لكم عنه. هو من 5 فروع. بدنا نسال الفرع الاول عن ادنى 5 اعداد اوليه، بدنا نسأل عن الحيوان صاحب أعلى ضغط دم، بدنا نسأل في البط، مين اللي ببطبط يعني بيعمل قواق قواق، هل هو البطة ولا العلجوم يعني ذكر البط؟ وبعدين عندنا سؤال رابع وخامس، هذا كمدخل للسؤال، اللي عاجبه المدخل يضغط. ايوه يا ليلى، اعملي الاول. ايوه، بالنسبه للاعداد الاوليه حكينا انها بتقسم على واحد وبتقسم على نفسها. عندنا طيب. واحد، ثلاثه، خمسه، سبعه. هذول 4. واثنين. واثنين. ايوه. 1 2 3 5 7. ايوه. طيب الحيوان الذي توجد عنده اعلى نسبه ضغط دم تعرفي؟ لا. طيب هلا ببعرف. صوت مين اعلى، البطه ام ذكر البط او العلجوم؟ خليني اتذكر بس شوي، معلش اتذكر شوي. البطه ليه؟ لانه ذكر البط ما بيحكيش، ما بيصرخش. ذكر البط بالمناسبه لا يبطبط، ما له صوت. طيب الاسم الذي يطلق على أدنى درجة حرارة ممكنة نظرياً تعرفي إيش هو؟ تجمد؟ أبداً.
اسمه absolute zero. الصفر المطلق. أيوة. انت كم جبتي هلا؟ ثلاثة. هلا المئة دينار تعتمد على هاد. أيوة. من بين تمثال الحرية، عمارة وولورث بيلدينج، هرم خوفو، برج ايفل تورافيل في باريس، كاتدرائية كولون، من بين هذه المعالم الخمسة المعلم الأعلى ما هو؟ تورافيل. برافو عليك تورافيل، ومئة دينار إليك. أيوة، شو بقي؟ بقي 200 أعلى أدنى. هذا السؤال للجميع أعلى، وهو من 9 فروع، واللي بيجاوب 6 من 9 إله جائزة السؤال. خلينا ناخذ لكم الشق الأول. شو بقول الكمبيوتر؟ أعلى 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 مدينة في فلسطين، أعلى هضبة في العالم، أعلى مدينة استضافت الألعاب الأولمبية، أعلى بحيرة في العالم، أعلى مدينة في الولايات المتحدة، أعطينا الباقي. أعلى سلسلة جبال في العالم، أعلى عمارة في العالم سنة 1996 ستكون في أي بلاد؟ أعلى نغمة موسيقية تصدرها آلة الإيش؟ وأعلى رتبة في سلاح البحرية. اللي بيعتقد إنه بيقدر تجاوب على الأقل يا 7 يا 6، لأنه هذا 200 دينار فقط، ولا بده يخسر 200 دينار يدخل. ابدأ يا أنطون. يا سيدنا، أعلى هضبة في العالم هضبة التبت. واحدة. أعلى بحيرة في العالم بحيرة تيتاكاكا. تيتاكاكا وين هذه؟ تيتاكاكا بين البيرو وبوليفيا. صح. أعلى، معلش يقلب بالقطعات. هلا مدينة في فلسطين، تعرفش أعلى مدينة في فلسطين؟ معقول رحت على تيتاكاكا ومدينة فلسطينية ما بتعرفها؟ صفد. صفد. أعلى مدينة استضافت الألعاب الأولمبية، ما قبل شوية كنا نحكي الأكسجين القليل. طيب مكسيك. أعلى مدينة في الولايات هذه دنفر. اقلبونا الشاشة، كم جاب هو أنطون؟ أربعة. بدنا كمان 3. أعلى سلسلة جبال في العالم؟ جبال الهيمالايا. هيمالايا 5. أعلى عمارة في العالم ستكون في بلد في شرق آسيا، في جنوب شرق آسيا سيدي. وهذه الحقيقة أنا أخذتها حديثا من خبر ورد على إحدى التلفزيونات كانوا بيبنوا فيها، ستكون أعلى حتى من سيرز تاورز في شيكاغو، هتكون 420 متر تقريبا. الامباير ستيت أقل، سيرز أقل، هذه ستكون في بلد في جنوب شرق آسيا. أنا بعطيك 3، هل هي إندونيسيا، ماليزيا، ولا سنغافورة؟ سنغافورة. لا أبدا، هي في مدينة كوالالمبور في ماليزيا. طيب كمل. أعلى نغمة تصدرها آلة الموسيقية البيكلو. أنا خليني أعطيك، أنا متأسف، هذا السؤال أعطيك 3. هل هو الكمان، الجيتار، ولا البيانو من الـ3؟ الكمان. الكمان صحيح. طيب يلا أعطينا هذا. أدميرال سيدي، أدميرال أوف فليت أو أدميرال البحر، وإلك 200 دينار. برافو. والآن جاء دور الجولة السريعة، وهو لهذا الأسبوع. صح خطأ؟ وبسم الله نبدأ. الثورة الفرنسية سبقت الثورة الأمريكية، صح ولا غلط؟ أيوة يا وفاء. غلط. غلط، لأن الأمريكية سبقت. النقاب هو الحجاب، صح ولا غلط؟ أنطون. صح. غلط غلط سيدي، غلط. أنا بقبل الأولى. النقاب غلط سيدي. تكسر. أنثى النمر تخفي أطفالها حتى لا يأكلهم والدهم، صح ولا غلط؟ صح. صح. يتوجب على الحاج أن ينام في منى. أيوة دكتور. لا خطأ. بالعكس صح، ويجب أن ينام ليلتين. عضة العقرب تسمى لدغة. غلط. ايش تسمى؟ لسعة. لسعة، برافو عليك. الكتاب الانجليزي صفحاته الزوجية الى اليسار. صح. صح.
لأن العربي الزوجية إلى اليمين. القدس كانت تحمل لقب القرية. صح صح، وإلك 50 دينار. الحنفية الباردة توجد على الجهة اليسرى للمغسل أو الحوض. خطأ خطأ، بالعكس توجد على الناحية الثانية. الإسفنج نبات مائي. أيوة خطأ خطأ، لأنه حيوان مائي. صلاة التراويح واجبة على النساء. أيوة دكتور خطأ خطأ، ليست واجبة. الأسد أسرع من النمر. أيوة صح خطأ، بالعكس النمر أسرع. غزا الأمريكيون الفضاء قبل السوفيت. أيوة ليلى خطأ خطأ، السوفيت قبل. فيلادلفيا كانت عاصمة أمريكا الأولى. أيوة خطأ خطأ خطأ، بالعكس صح كانت، هي بتاخذيش 50. ولد ابن رشد في قرطبة. صح وبتخسر. يجوز في اللغة العربية استعمال كلمة عروس للجنسين، للراجل والمرأة. صح صح، وإلك 50 دينار. ومع نهاية الشاشة الذهبية نستعرض كشوف أرصدتها، فنجد لينا الحياري 450، دكتور زكريا الإقضاء 500، أنطون عنكي 475، دكتور باسم النابلسي 300، ليلى السدرة 625، وفاء العقايلة 300. الآن عايزين من الدكتور زكريا والأخت ليلى يجوا على منصة الشاشة المائية. بقية الإخوة يتفضلوا ياخذوا جوائزهم من المندوب المالي. من هناك دي ست حالي. انت مين؟ ابراهيم عبد الغني عزازي، بكالوريوس تربية رياضية. ابراهيم تعالني هون، اعطونا الاشكال لو سمحتوا. خليك معي، لاحظ الاشكال. هذا هذا هذا، ثم تابع من اليمين إلى اليسار إلى اليسار، ثم من فوق لتحت. الآن يا إبراهيم بدك تشوف لي العلاقة بين السطر الثاني والسطر الأول، وبين السطر الثالث والسطر الثاني، وهذا الشكل شو علاقته بهذا وهذا، هذا الشكل كيف جمعناه من هذا وهذا. إذن الشكل اللي بدنا نحطه هنا شو بده يكون علاقته بين هذا وهذا؟ وهل هو 1 2 3 4 5 6؟ فكر كويس، شو العلاقة من فوق لتحت؟ أول شيء مخطط، بعدين دون خط دون خطوط. البداية صحيحة، التظليل بالتناوب من أعلى إلى أسفل. إذا مخطط بدون خطوط بده يرجع مخطط، هذا بدون خطوط مخطط رجع بدون خطوط. إذن هنا بده يكون مخطط ولا لا؟ مخطط. طيب إيش العلاقة بين الأشكال الصغيرة والكبيرة؟ أخذ العلامة هذه من الأول. من الأول. وأخذ العلامة الصغيرة أخذ من الأول. من الأول. والتخطيط برضو من الأول. وأخذ الشكل هذا. المعين أخذ من الشكل الثاني. إذن هو الثالث أخذ الشكل الأكبر من الشكل اللي في الخط رقم 2. أخذ الشكل الأصغر من الشكل اللي في الخط رقم 1، ولكن التظليل بالتناوب. إذا كان فوق مظلل لا على نفس الغرار هذه نفس الشيء. هون أخذ الدائرة من هون من هون، أخذ الدائرة من هون الشكل،
بس التخطيط عدم التخطيط من الاول، اشاره الزائد اخذها من الاول. اذا لازم يكون عندنا هون مخطط، والعلامه هذه اللي هي بتطلع ستة ليه؟ لانه ستة. اخذنا الشكل الاكبر من هذا واخذنا الشكل الاصغر من هنا وبدلنا التظليل مظلل. اذا هو رقم ستة. وبرافو على ابراهيم بكالوريوس التربيه الرياضيه. اشهد هذا ستيريو، تفضل خذه من هنا. والآن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، إلى الشاشة الماسية. والآن صاحبة الرصيد الأعلى ليلى السدرة تستهل الشاشة الماسية. ماذا تريدين؟ درهم وقاية. واستهلال طيب، لأن من هناك تستطيع أن تنطلق بكل أنواع الخطوط الوترية أو القطرية والعمودية والأفقية. وسؤال الدرهم وقاية الاستراتيجي الذي نريد أن تستهلي به الحلقة هو: يا ليلى، دم الإنسان كم فئة؟ أربع فئات. إيش؟ E B B A O. A B A B O. سؤالي: أي هذه الفئات أولاً وثانياً؟ أي هذه الفئات تأخذ من أي فئة أخرى؟ E B. ها؟ E B. A B. طيب أي فئة تعطي أي فئة أخرى؟ O. برافو عليك وإلك هذا السؤال. طيب استقرت القطاعات الآن، والفرصة الآن مهيئة أمام دكتور زكريا الإقضاء. ماذا يريد؟ أنت تسأل. دكتور زكريا، تعال معايا على هاللوح، بدي أسألك هالسؤال الرياضي وأنت دكتور الهندسة المدنية. أول شيء اتذكر إنه القطاع إيش؟ أنت تسأل. نعم، أنا بدي أعطيك الجواب وأنت تعطيني السؤال. بقول لك الجواب هو العدد بين أعداد 5 أو 6، سأكتبها لك على اللوحة. والمطلوب منك تعطيني السؤال، تقول لي ما هو العدد كذا، والعدد كذا سيكون هو العدد الشاذ بين مجموعة الأعداد التي سترى في هذه اللحظة. الأعداد هي 680، 84.5. ركز. جذر 100، 13.4 يا دكتور زكريا الإقضاء، -1. الجذر التربيعي -49 و72. العدد الشاذ هو الجذر التربيعي -49، لأنه عدد تخيلي. يا سلام على دكتور الهندسة. بدي تشرح لي ليش هو هذا العدد الشاذ؟ لأنه لا نستطيع استخراج له جذر حقيقي. لأنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، علم الرياضيات بقولنا لا يجوز أن يكون هنالك عدد سالب تحت علامة الجذر، لأنه في قاعدة رياضية بتقول ما في أي عدد بتربعه بتكون إشارته سالبة. لأنه مثلا جذر 5 في جذر 5 كام؟ 5، بتشيل علامة الجذر. جذر 12 في جذر 12 كام؟ لكن هنا كأنه احنا بنقول جذر -49 في جذر -49 يساوي -49، وهذا غلط، لأنه علامة الجذر يجب إنها تشيل لما بالربع. ما دام بالربع لازم العدد يكون موجب، إذن هذا عدد غير صحيح، وإجابتك أنت صحيحة. وتفضل عواصم. ليلى عايزة عواصم، وبدي أسألك أثناء حكم
القياصرة يا ليلى في روسيا. هلا عاصمة روسيا ايش؟ موسكو. ايام القياصرة شو كانت العاصمة؟ سانت بيترسبيرغ. صحيح. ايوه دكتور. امهات طبعا بده يقطع عليها في امهات. وسؤال الامهات للدكتور زكريا: في ست امريكية مشهورة، أركز، هذا السؤال قد يكلفك فروسية الحلقة، لازم تقطع عليها. الست ماتت حديثا، هذه السيدة أم لرئيس أمريكي سابق وأم لتو سيناترز أو شيخين في مجلس الشيوخ الأمريكي، سميها واقطع عليها. روز كينيدي. صحيح. كرة قدم. طيب طبعاً حتى تقطعي عليه ولا بيقبل خط. ركزي لي على الصورة اللي أمامك رجاءً. الإخوة الحضور لا يتدخلوا أبداً. هذا اللاعب يا ليلى هداف كأس العالم في مونديال 82 في إسبانيا، مين هو؟ باولو روسي. صحيح. 6 أهداف. طيب هلا الفرصة أمام مين؟ قوة ملاحظة. ما تراه يا دكتور الهندسة هو درج عادي أو سلم عادي ولا درج إله حكاية؟ لاحظ إنه هذا بدأ قوة ملاحظة. لاحظ إحنا قبل شوي في قوة الملاحظة كنا نتحدث عن الجيومتريكال أوبتيكال إلوجن. شو بتعلق لي على هل هذا درج عادي ولا في له خصوصية أو صفة مميزة؟ نعم، هذا الدرج وضعه غير طبيعي. ليه؟ لأنه يظهر في الصورة أنه ممكن نطلع من ألف إلى باء، لكن الحقيقة أنه ننزل من ألف إلى باء. ليش؟ هل بتطلع من ألف وبتطلع لباء؟ بتطلع؟ ننزل من ألف إلى باء. وننزل كيف ممكن ننزل من ألف باء؟ إذا قلبنا السلم برضو بيبين أنه النزول من ألف إلى باء. خلي الكمبيوتر يقلب لنا إياه نشوف هذا الكلام صحيح. شوف وين صارت ألف وين صارت باء، وهذه إجابة صحيحة. كشكول. بدك كشكول. أيوة. الحفيد الوحيد لوالد عمتك شو بيقرب لك؟ الحفيد الوحيد لوالد عمتك شو بيقرب لك؟ سرعة. أبويا. أبوك؟ أبداً، أنت نفسك وبتكسري. أعلى أدنى للدكتور زكريا القضاء. أعلى جبل في العالم شو هو؟ قمة إيفرست. إيفرست طبعاً مش هذا السؤال. ما دام انه اعلى جبل في العالم هي قمه ايفرست، انا بدي اقول لك ثاني اعلى جبل في العالم هو جبل بسموه اكونكاغوا. سؤالي: اين يقع جبل اكونكاغوا؟ يقع في الارجنتين. في اي سلسله جبال؟ تاغونيا. في سلسله الجبال اللي في امريكا الجنوبيه. هذيك روكي. هذه ايش؟ روكي فوق، الأنديز اللي تحت. سلسلة جبال الأنديز بين. نعطيه ولا ما نعطيه؟ طيب يلا. جولة سريعة. بدها الجولة السريعة في الماسية والجولة. ليش بدها تقطع عليه. شوفوا الكر والفر هنا. الجولة السريعة اللي أنا بدي أعطيك إياها في هذا السؤال، بدي أسألك: ما هو الطير الذي يستطيع أن يطير إلى الوراء؟ الدجاج؟ أبداً، هو طير بيسموه الهامينج بيرد أو الطير الطنان. خربتونا القطاعات.
كشكول. بدك سؤال كشكول. هذا السؤال قد يجعلك فارس وقد يحرمك الفروسية. نعم. أنا بدي دكتوراه الهندسة. نعم. يستعمل لي الأرقام 2 3 4 5 6 7 8. أي أرقام؟ 2 3 4 5 6 7 8. بدي رتب لي إياهم على اللوحة بشكل يكونوا في خطوط. إذا قرأنا الخط أفقي يكون المجموع 15. إذا قطري يكون 15. إذا هيك 15. تعال أوريك كيف بدنا إياه. من 2 إلى 8 رتب لي إياهم على أي نحو تريد بحيث يكون مجموعهم 15. متساوي في جميع الحالات. وبسم الله ابدأ. سأبدأ بأول حرف من اسمي له زد. عندنا مجموع الأرقام هاي لو جمعناهم 2 3 5 6 7. أنا مالي ومال هذا. أنت طيب خلينا سيدي. في اسمك خلينا في طيب مدام جبت زد شو بتعمل؟ لو بدأنا بالحرف بالرقم 3 4 6 وسبعة. ستة اعمل لي يا بالله. سبعة ستة عفوا ستة. نعم هنا بيكون عندي خمسة هاي 15 ثلاثة وأربعة سبعة. إذا هون ثمانية وهنا اثنين. هلا شو عملت؟ ثلاثة وثمانية 11 أربعة 15. نعم يعني هو أخذ اسمه حرف الزد 3 8 4 5 6 2 8. تعال نشوف. لا هل الخط القطري 4 و5 9 و6 15 6 و2 8 و7 15 3 و8 11 و4 ويتوجه فارسنا ليستلم جائزته ويقف في قمة المتسابقين ليكون فارسنا في الحلقة القادمة. وتحية للأخت ليلى السدرة وتروح تاخذ جائزتها. تهانينا لفارس الحلقة وخالص مودتنا وامتناننا لجمهورنا الأردني الكريم. وتحية شكر واعتزاز للإخوة المشاهدين على امتداد الساحة العربية الكبيرة وسائر بقاع العالم التي يغطيها بثنا الفضائي من ART راديو وتلفزيون العرب. أيها الإخوة شكرا من الأعماق وإلى اللقاء.